السلام عليكم، تحياتي لكم. ربي يوفقكم، ربي يحل عليكم دعواتكم لنا ودعواتنا لكم. أخوتي، وصلني واحد المعلومة، وهي يعني سبحان الله الجالية مفروض تتعاون. وبكري الجالية والله صدقوني، واحد ما يبات برا، واحد ما يخدمش، واحد ما يأكلش. لكن مع الأزمات هذه والمشاكل هذه صارت كل واحد قيس روحه، فهمتوا؟ وهذا الامر اللي نهضر عليه يعني يصرى في كل الجاليات، ومع الاسف الشديد. تصوروا في الفتره الاخيره يجوا شباب مساكن حابين يبنيوا حياتهم، حابين يخدموا على اهلهم، حابين يطوروا نفسهم، ويروحوا لتوصيلات الاكل ديليفرو ولا اوبر. فيه ناس محتالين، يعني بعض المحتالين اللي صراحه مش رجاله، وما يجوز لك تدي درهم الناس بغير حق، حرام عليك. وش يكرو لهم الحسابات ويقول له اعطيني زعما 500 ولا 600 باوند ديبوزيت، يعني مقدم. بعد الشاب هذاك يطيحه ونوضه، يروح يسلف والاخر ويخلصوا الحساب هذاك، وبعد ذلك يعطي له الحساب هذاك ما يمشيش. وهذا نصب واحتيال، يعني صراحه حرام عليك، حرام عليك راك دير الامر هذا، يعني ماكش راجل. عيب عيب، ولاد بلادك شباب مساكن جايين حالتهم حالة، وكل واحد كيفها جا، وانت تدير لهم هكذا وتتحال عليه، تحتال عليهم، تدير لهم درهم يعني بغير حق. يعني مفروض انت تفق مع اولاد بلادك، شباب هذو مساكن توجههم تعاونهم. وكاين ناس يعني خوتنا الدين معاملة، يجيك بصفة لسان حلو بالدين وكذا وكذا، حاشا الدين، دين بريء وديننا حنيف في كل التعاليم. ديننا كي نرجعوا له هذيك هي امتنا، اما كي بعدوا علينا نقولوا حيوانات ناطقه مع الاسف الشديد. يعني الناس اللي يدير هذاك هذا التصرفات مش رجال. صرخوك وليد بلادك صغير مسكين جاي شباب، اعطي له فرصه راح يبني حياته، يستقبل، يدير مستقبله. يعني صراحه وصلتني بعض الرسائل، عيب عيب. وهم يفضحوك، تولي عاها، شوف تولي الناس قاعده تكره تعرفك فيسبوك، فما يوصل الخبر هذو الناس يدير هكذا، انا يولي يفضحوك ويديروا تصورك، تولي توصل هذه الصور للفاميليا تاعك واهلك، تولي عيب، تولي مضحكه، تولي فضايح، تولي الناس تفضحك. اتق الله، خاف ربي، خاف ربي في الامراض، اتق الله يا اللي راك دير هذه الامراض. صراحه مش من شيء من الجزائري ولا المسلم ولا اي انسان يدير هكذا، عيب. ربي يحفظكم خاوتي شبابنا، قبل ما تكروا على حساب مع الناس لازم تشوف، صدق لازم تعرف السيد هذاك مدير شهود، فهمتوا خوتي؟ سلام، ما تفيريلوش دراهم قبل ما تشوف الشهود وتعرفوا مليح. سلام.